السلام عليكم حبيبين، نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو احسن الاحوال يا ربي. غتشوفوا وجهي حالته شويه، المهم ماشي مشكل، شويه وغادي نتبدل والله غير مع الصهير وداكشي. المهم حبيبي، اليوم غادي ندير واحد الحفيله ديال 7 شهور. سنقول لكم بقى لي والو، دعيو معايا دعيو معايا دعيو معايا. انا رفضت 7 شهور، جاتني في رمضان، يعني دابا راه طالعه في 8 شهور حين جاتني في رمضان. راكم عارفين تسنيت حتى فات رمضان، ان شاء الله عاد كتاب وغنديرها اليوم. المهم دابا كنتسنى غير ياسين يجي باش غادي نمشي للصالون. واش نقول لكم، تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر، فيه بزاف ديال الحوايج زوينين، ونتمنى هاد العشيه تدوز زوينه يا ربي. وشكرا على دعواتكم معايا في انستغرام، والله يرزقكم نتوما الدريه الصالحه. ياسين تيصوني. المهم لقيتوني دابا هابطه هذا الصالون، عرفتي شنو، عرفتي متفاجئة، ما عرفتش كيفاش غادي نطلع صراحة. غادي نصيب واحد الصالون غني على التعريف والله، وانتوما غادي تحكموا وغادي تقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جيت. المهم انا غنشد لكم كلشي، ما غنفيت لكم حتى حاجة، غيكونوا هادين، غندير لكم داكشي بالتفصيل الممل. Don Primo, si guardo chi ha entrato nel mio cuore, ho sentito che mi sto innamorando dal primo.
المهم راه دابا بحال كتعاود تزوج هذه التزويجه الثانيه فهمتي انت وياه انت وياه كتعاود تزوج
الله.